Round kick. Cross. Kick to the body. High kick. النهارده ان شاء الله معايا لاعب نموذج، ان شاء الله هعلمه من البدايات في الملاكمه، من اول وقفه الاستعداد وبعد كده اللكمه المستقيمه الاماميه للراس واللكمه الخلفيه للراس، وكمان ازاي اقدر اعمل لها ديفنس. طيب نقف في الاستعداد الاول، ايدي جنبي، طب ايدي بالشكل ده، صباعي هنا عشان لو هو هنا هيتكسر، لو فوق شويه هيتكسر، فلازم يبقى هنا كده بالشكل ده. بعد كده الايد الرجل الخلفيه هي الايد الخلفيه بتاعتها هنحطها هنا على الدقن بالشكل ده، وبعد كده دقني هتبقى في النص والايد الثانيه هتبقى بالشكل ده. جميل، تحت مستوى عيني، وبعد كده هبدا حركه لقدام شويه. تمام، بعد كده انا لو هلعب شمال كده، انا وقفت في السعدات، لو هلعب شمال ايدي بتتحرك، واحد اثنين ثلاثة، لازم الضربة في الاخر تبقى من الكتف، كمان ده لازم تبقى ساقطة تحت عشان الكتف يبقى حامي الدقن، وكمان الايد هنا تبقى حامية الدقن بالشكل ده. نفس الكلام ايدي اليمين هتتحرك، واحد اثنين، بس انا ايدي اللي قدام اللي هي الشمال هترجع معاها هيقابلوا بعض بالشكل ده، دي هتستلم مكان دي فهتبقى هنا الدقن، واليمين هتروح تغطي الكتف، هيطلع يغطي الدقن ووسط يتحرك بيها كده بالشكل ده. تمام، واحد واحد، مين شمال مين شمال مين. جميل، انا لو حبيت اعمل ديفنس، يعني انا اتعلمت ازاي اضرب شمال وازاي اضرب يمين، لو ضربت شمال بالشكل ده في حاجه اسمها مسافه الضرب، هو هيقف هنا، يعني الضربه هتقف هنا عند الدقن. تمام، فانا هرجع لورا بس 5 سم كاني ببص على الضربه، ارجع تاني واحد، يبقى انا لو هضربك واحد، ايد على وشي، واحد واحد. تمام، نفس الكلام هنعمله في اليمين، واحد ديفنس لورا يمين، تاني 1 1 1 تاني 1 1 1 تاني. هاي شمال واحد كده، انا عملت دفاع للكمه وكمان قدرت اسدد لكمه بعد الدفاع. شمال فينس واحد، شمال فينس واحد، شمال فينس واحد. لو هعمل نفس الكلام ده طبقه على اللكمه اللي هي الخلفيه او اليمين، هضرب واحد ديفنس واحد، تاني واحد فينس واحد. كل ده طبعا ممكن اخد منه باخد منه الديفنسات، وممكن اعمل كمان الابر كات او الهوك. تمام، مع الديفنس.